طيب يا شباب، انا لسه خارج من فيلم انت مان اند ذا كوانت مينيا من حوالي 5 أو 10 دقايق، وده يعتبر رايي عن الفيلم من غير اي حرق، عشان الحرق كده كده ليه فيديوهات تانية قدام. فزي ما تقول كده الكلام ده هيعتبر كلام سريع من غير اي حرق في حاله ان انت لسه مشوفتش الفيلم. ممكن تقول كده ممكن يكون هو ده رايي الشخصي او مثلا مراجعتي للفيلم، وبلاش ان انا اطول عليكم ويلا نخش في الفيديو. في البداية الكلام عن الفيلم نفسه، اللي هو الفيلم بشكل عام، فالفيلم الأحداث بتاعته سريعة وللأسف الوقت بتاعه قصير جدا. أنا بالنسبة لي لما دخلت عشان أتفرج على الفيلم فعلا البداية بتاعته كويسة جدا، زي الأفلام بتاعت أنت مان اللي فاتت، اللي طبعا أنت كنت بتشوف فيها مواقف كوميدية ولازم إن أنت تضحك والكلام ده كله، فكل الكلام ده هو موجود في بداية الفيلم. ولكن بقى الأحداث الرئيسية نفسها اللي هي القصة بتاعت الفيلم اللي هي بتخص كانج وكل الكلام اللي إحنا عرفناه من جوه الإعلانات، هي أيوه الأحداث كلها كويسة وزي الفل، ولكن المشكلة تحسها إن هي سريعة. ممكن مثلا شركة مارفل تكون عملت كده عشان مثلا الحوار بتاع التسريبات والاجزاء اللي اتسربت، فاضطروا ان هم يشيلوا شويه مشاهد من الفيلم، وده لو تلاحظوا هو قاعد بيحصل في الفتره الاخيره، وخصوصا في فيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر في كميه مشاهد كتير جدا اتشالت من جوه الفيلم. فممكن برضو يكون في اجزاء تانية هي اتسربت، فعشان كده هم شالوها والفيلم بقى قصير، والمشاهد دي احنا ممكن نشوفها قدام. وفي بالنسبه لي برضو سبب تاني ممكن ادهولهم مثلا كعذر، ان هي دي تعتبر البدايه بتاعت ظهور كانج ذا كونكرر، فطبعا ان هم لازم ان هم يظهروه ويظهروا كل نسخه منه في خلال الاعمال اللي جايه، زي الشخصيه بتاعت سانوس. بمعنى تاني مش لازم هم يحرقوها في خلال فيلم واحد، لان ده مش شخصيه تعتبر فيلان زي الشخصيه بتاعت لوكي في خلال فيلم افنجرز 2012، ولا الشخصيه دي عامله زي الشخصيه بتاعت الترون اللي ظهرت في خلال فيلم افنجرز ايج اوف الترون، ولكن دي شخصيه هتكمل معانا لحد الفيلمين بتوع السيكريت وورز اللي هيتعملوا قدام، سواء الجزء الاول او الجزء الثاني. وغير كده برضه هو ليه فيلم خاص ثاني واللي هو باسم افنجرز كانج داينستي. فمن الاخر كده خلصت الكلام ده كله، هم مش عايزين ان هم يحلبوا عليك الشخصيه او يحرقوها عليك من اول مره، هم عايزينها ان هي تكمل معاك قدام كتير. على حسب كلام كيفن فاجي هتظهر الشخصية دي في كل الأعمال اللي جاية لحد فيلم افنجرز سيكريت وورز، لأن ده هو الفيلم بتاع المرحلة اللي باسم المالتي فيرس ساجا. تاني نقطة الصراحة كانت كرنج بالنسبة لي، واللي هي بتخص الشخصية بتاعت جانيت، والصراحة النقطة دي أنا كنت متوقعها من جوه الإعلان نفسه من أول ما هو ما نزل. النقطة دي باختصار من غير أي حرق، إن هي الشخصية بتاعت جانيت لازم إن هي جوه الفيلم هتقول لك إنه كان في شخص موجود في الكوانتم ريلم، ولكن الشخص ده هي ما اتكلمتش عليه وما حبتش إن هي تتكلم عليه كنوع من الأسرار. أنا مش عايز إن أنا أحطكم أنتوا كلكم في خطر، لأن أنتوا عيلتي والكلام ده كله. الصراحة حاجة زي كده لما انا جيت عشان اسمعها جوه الفيلم، انا الصراحه الحاجه دي ما عجبتنيش. ممكن يكون انت بالنسبه لك في حته ان انت شفت الفيلم الموضوع بالنسبه لك عادي وبيس، بس انا بالنسبه لي اللقطه دي مش عجباني. وغير كده برضو هيستفزتني جوه الفيلم كتير، تلاقي مثلا مشهد لكانج ذا كونكرر مع انت مان وكاسي لانج، فبعدها هو يقطع الكلام ده وبعد كده يجيب لك مشهد تاني لجانيت وهي بتتكلم عن كانج، بعدين يجيب لك انت مان، بعد كده يجيب لك جانيت. طب يا ستي كنت تلمحي قبل كده مثلا في الافلام اللي فاتت، او مثلا بدايه الفيلم هتتكلم شويه بطريقه كويسه نفهم الشخصيه بتاعت كانج، لكن مش بالطريقه اللي انا شفتها دي. لازم بعد ما المصيبه ما حصلت راح تقول لهم معلش اصلا انا نسيت اقول لكم انه في واحد اسمه كانج. النقطه دي الصراحه بالنسبه لي مستفزه، بس هنعديها، هو الفيلم حلو بشكل عام. بالنسبه للاداء بتاع الممثلين، فالاداء بتاع الممثلين كويس جدا، وده بالنسبه لي زي ما قلت من وجهه نظر الشخصيه، سواء تتفق او تختلف دي حاجه ترجع لك. وبالنسبه لي انا شايف انه كيفن فاجي فعلا بيقدر ان هو يختار ناس كويسه تلعب الادوار بتاعتها. وبالنسبه للشخصيه بتاعت جونسون ميجورز اللي هي الشخصيه بتاعت كانج، ففعلا الممثل قدر ان هو يعملها بطريقه كويسه، مش طريقه كويسه، هي بطريقه عظمه الصراحه عشان ما اكذبش عليكم. وبالنسبه برضو للنقطه الثانيه اللي بتخص الممثله اللي هي كاثرين نيوتن اللي هي لعبه الدور بتاع كاسي لانج، فانا برضو شايف ان كيفن فاجي اختار فعلا واحده كويسه تلعب الدور، وزي ما قلت ده بالنسبه لنا. بالنسبه بقى للفيلم بشكل عام، في حاله ان انت ما اتفرجتش عليه فحاول ان انت تروح تتفرج عليه، وحاول تستنى لحد البوست كريت سين الاول والثاني، لان فعلا هم جامدين جدا. مش عايز ان انا احرق عليكم، بس هبقى اتكلم في الكلام ده في الفيديوهات بتاعه الحرق اللي جايه. بس بقى بشكل عام الفيلم يعتبر هو فيلم كويس، تجربه فعلا كويسه. من ناحيه المشاكل اللي موجوده فيه، فطبعا في مشاكل موجوده فيه كتير جدا، بس برضو ده ما يخليش ان هو الفيلم يعتبر سيء. بالنسبه بقى للفيديوهات بتاعه الحرق، بالنسبه لي سواء هحرق الفيلم او البوست كريت سين امتى، فالكلام ده لسه مش دلوقتي، لازم من اول ان هو الفيلم ينزل اونلاين. وبالنسبه للناس اللي هتقول لي الفيلم هينزل امتى اونلاين والكلام ده، فالصراحه انا نفسي مش عارف، لان تسريب الافلام هو ملوش اي علاقه بميعاد نزول. ممكن فيلم مثلا ينزل النهارده يكون اول ميعاد عرض ليه وما يتسربش غير بعدها مثلا باسبوع، او مثلا بعدها باسبوعين، او مثلا في افلام بعد يوم، او في افلام برضه في نفس اليوم. فما تجيش تسالني الفيلم هيتسرب امتى من السينما، ودي حاجه اساسا في المستقبل انا نفسي ما اعرفهاش. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو، واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكربشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، ممكن انت تتابعني عليها. ولو عندك اي راي اكتبه لي تحت في التعليقات، كده كده برد على الكل. واشوفكم المره الجايه، وبيس.